كلها لقاءات مهمة، ولكن رسالة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ماذا تتضمن هذه الرسالة تحديدا وزيارة حضرتك هذا التوقيت إلى الاتحاد الأوروبي؟ الرسالة طبعا بتأكد على طبيعة العلاقة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والأعضاء الاتحاد والمفوضية، باهتمام بتدعيم هذه العلاقات واستمرار إيجاد مجالات جديدة للتعاون، العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات اللي بتواجه المنطقة وبتواجه الساحة الأوروبية، والتطلع لاستمرار التعاون الوثيق بين الجانبين على مستوى القيادتين وعلى مستوى الأجهزة التنفيذية في المفوضية. سيد الوزير، هل بصراحة من خلال لقاءات حضرتك على مدى اليومين اللي فاتوا امبارح والنهاردة وقبل كده الاتصالات، هل هناك اهتمام بصراحة أوروبي بقضيتنا الوجودية، قضية أقصد السد الإثيوبي بصراحة؟ كان الموضوع في الهيئة مثار في الاتصال مع عدد وفير من وزراء الخارجية الأوروبيين اللي أتوا لحضور المجلس الأوروبي، كانت الأسئلة من خلالهم بتدور حول هذا التطور، الفعاليات في مجلس الأمن، الرؤية المصرية تجاه هذه القضية وما هو التوجه المستقبلي، وهناك كان اهتمام بتأكيد عدالة الموقف المصري وأيضا التقدير للأسلوب الذي تعاملت به مصر حول هذه القضية والسعي لإبداء المرونة والعمل على تحقيق مصالح الدول الثلاثة مع تفاهم الطبيعة الوجودية لهذه القضية وكل ما قدمته مصر من مرونة واستعداد للتفاعل مع المسار الأفريقي ودعمه. إيه اللي ممكن الاتحاد الأوروبي يقدمه من مساعدات لمنع خطر قد يكون وشيكا في هذا في القرن الأفريقي وهذه المنطقة في ظل استمرار التعنت الإثيوبي حتى اليوم؟ الاتحاد حاليا من المراقبين للمسار الأفريقي، لديه كل استعداد لتكثيف تعاونه والاستفادة من خبراته لتيسير الأمر وطرح المقترحات للتجاوز التصلب الحالي في المفاوضات، وهناك رغبة حقيقية باستخدام الإمكانيات المتاحة لدى المفوضية لدعم المسار التفاوضي واستمرار استخلاص التجارب الناجحة على المستوى الأوروبي ونقلها إلى حيز المفاوضات.